حياك الله معنا وسعيدين بتواجدك معنا عبر هذه المساحة للحديث عن ظاهرة التسول. أستاذ خميس، تابعنا الأسبوع الماضي يعني هناك اجتماع عقد وجزء من تصريح سعادة الوكيل استمعنا إليه أيضا، التأكيد على أهمية اليوم التعامل مع هذه الظاهرة بحذر، وكذلك التعامل مع المتسولين بموقف وليس بعاطفة، لأن هذا الجانب يضر بالمجتمع ويساهم في زيادة هذه الظاهرة. خلينا نتحدث بشكل عام عن هذه الظاهرة ومدى وجودها وانتشارها في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لظاهرة التسول، حقيقة ظاهرة يعني غريبة في مجتمعنا العماني، وظهرت وتفشت في الآونة الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، وهي تكثر في أيام المناسبات، في الأعياد وفي رمضان وفي أيضا فصل الخريف في محافظة ظفار. هذه الظاهرة تفشت بشكل ملحوظ، وحقيقة جاء يعني الأسبوع الماضي بإنشاء غرفة للعمليات من الجهات المعنية. هذه خطوة إلى الأمام للتصدي لهذه الظاهرة العجيبة والغريبة واللي المجتمع العماني أساسا يعني لا يتقبلها حقيقة. هو عادة الأستاذ خميس يعني ربما المتسولين يستغلون ذلك يعني الشعور العظيم بالإنسانية تجاه بعض المواقف. اليوم المجتمع العماني يعرف بالتكافل والتراحم والتعاطف أيضا، وبالتالي لا يمكن أن يرى فرد يعني يقدم أو يقدم على طلب مساعدة ولا يقدم له ذلك تلك المساعدة، ليس يعني بالنظر إلى الجوانب المختلفة المحيطة بظاهرة التسول، وإنما يعني كإنسان يقدم مساعدة أو خدمة إنسانية. اليوم مع إشارة سعادة وكيل وزارة التنمية أنه يجب أن نتوقف هنا، لا نتعامل بتعاطف مع المتسولين، ما هي الرسالة اللي توجه فعلا للمجتمع بعيدا عن الإنسانية وأخلاقيات التعامل؟ هو حقيقة التعاطف مع المتسول هذا ليس مساعدته، نعم. هذا أول شيء أنه مضرته، ثانية مضرة المجتمع، وهذه الظاهرة تشكل يعني حس أمني وأيضا اجتماعي واقتصادي. المتسول لا يمكن أن يترك يتجول في شوارع وفي أسواق وفي البيوت في داخل المحافظات، هناك في بوابات للعطاء من خلال يعني الفرق الخيرية، عندنا لجان التنمية الاجتماعية، عندنا الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كل هذه المؤسسات التطوعية تقوم بعمل خيري بجهود منظمة المساعدات. نعم. وحقيقة أنه هناك أقدر أقول أنه في بعض المحافظات هذه الظاهرة تنشط، خاصة إحنا معانا في محافظة ظفار، مجتمع ظفار مجتمع متعاطف رحوم، ويريد أن يساعد المتسول يعني بطريقة أو بأخرى، أو يحرق منه أيضا في بعض الأوقات. حقيقة بعض الناس لما نسألهم ينحرقوا، إن هو في أماكن معينة يعني ينحرق، في أماكن مثلا آلات الصرف في البنوك، في أماكن في المساجد، يقول إحنا ننحرق. لكن هذا التقديم، هذه المساعدة تضر بالمجتمع، تضر بالمتسول نفسه، تضر أيضا من ناحية أمنية، صار هذا المتسول حتى يطرق الأبواب للبيوت ويدخل. يمكن يسبب مشاكل اجتماعية على المستوى أكيد. البعيد. أستاذ خميس، أشرت قبل قليل إلى أن من الجهود الحكومية والمستجدات هو تشكيل غرفة عمليات لمكافحة ظاهرة التسول. ما هي الأهمية من وجود هذه الغرفة، لا سيما أن احنا تابعنا في تفاصيل هذا الخبر أنها تتكون من يعني تشكيل من عدة جهات، منها شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، القوى العاملة، هذه التكاملية في واجهت هذه الظاهرة، كيف راح يتم العمل من خلال هذه الغرفة مستقبلا؟ طبعا هذه الغرفة هي خطوة للأمام حقيقة. نعم. الجهود هي موجودة. نعم. في فرق، هناك فرق مكافحة الظاهرة. نعم. في كثير من المحافظات، وتقوم ببرنامج يعني يومي
لمكافحة هذا، لكن تبقى هذه الفرق إمكانياتها محدودة. نعم. وأيضا وقت العمل، أنا أعتقد من خلال هذه الغرفة وأيضا بيكون في تنسيق مكثف بين الجهات المعنية والتي ذكرتيها. نعم. وتعاون أيضا مشترك في مكافحة هذه الظاهرة. نعم. إنما هناك فرق تقوم بهذا الدور، هذا موجود من فترة طويلة، والوزارة أيضا وضع آليات ووضع جهود. نعم. حقيقة من سيارات وموظفين وغيره، لكن تبقى هذه الفرق محتاجة إلى دعم ومحتاجة إلى تنسيق، وأهم من هذا أيضا تعاون المجتمعي. نعم. لأنه متى حس المجتمع بخطورة هذه الظاهرة بيكون هناك أيضا تكاتف مجتمعي مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن. نعم. أستاذ خميس، غرفة العمليات هذه ربما تكون الآن في الفترة الحالية مركزية موجودة هنا في محافظة مسقط في وزارة التنمية الاجتماعية بوجود وعضوية الجهات المعنية. اليوم أنتم يعني في المديريات العامة في المحافظات المختلفة بالسلطنة، كيف ستكونون أيضا يعني سندا لإنجاح أعمال هذه الغرفة، وكيف يتم يعني أو هل بدأ التنسيق معكم مباشرة من خلال هذه أعمال هذه الغرفة في المساعدة والمتابعة للوصول إلى أرقام أيضا حقيقية وجهود متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة؟ هو بالتأكيد أنه هذه غرفة العمليات بيكون لها أفرع في المحافظات، وخاصة في المحافظات التي تنشط فيها ظاهرة التسول أقصد. لكنه إحنا الآن العمل جاري من خلال الفرق اللي ذكرتها، فرق مكافحة التسول بيننا وبين الشرطة والإدارة العام والقضاء يعني والبلدية، الجهات المعنية يعني متعاونة بشكل رسمي وغير رسمي يعني. وهناك أعداد كبيرة يعني يتم ضبطها، الظاهرة متفشية. إحنا مثلا في محافظة ظفار من بداية السنة وحتى نهاية شهر يونيو تم ضبط 126 متسول، وتم تقديمهم من خلال الإدارة العام إلى القضاء وإلى المحاكم، ومنهم حالات استبعدت وحالات أيضا أخض عليهم تعهدات وغيره. فالعمل جاري، لكنه غرفة العمليات بتدعم هذا الجهد. غرفة العمل سواء كانت في محافظة مسقط أو إنه بيكون لها فروع في المحافظات، أكيد هي من واقع حس للمسؤولين بهذه الظاهرة ودعم الجهات المعنية في كيفية الحفاظ على عادات المجتمع العماني. أستاذ خميس، هل هناك يعني جهود للقيام بدراسات معينة حتى أنك لما تذكر رقم مثل هذا يتجاوز 150 يعني حالا بداية السنة، هل هذه الظاهرة يعني تتبعها دراسات لمعرفة يعني أشكال هذا التسول اللي يتم؟ هل فعلا رصدت تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية حقيقية في المجتمعات على مستوى المحافظات نتيجة وجود هؤلاء المتسولين المنتشرين في محافظات السلطنة؟ هو أكيد لما يتم ضبط المتسول يتم إجراء دراسة أولية عن حالته وكيف هو مثلا إذا كان طبعا بالنسبة للحالات العمانية يعني والحالات الغير العمانية تشكل 99%. حالات عمانية ما عندنا طبعا، الحالات العمانية لو تم ضبطها يتم دراسة حالة هذا المتسول، إذا كان محتاج إلى مساعدة، تقديم مساعدة، إلى معاش ضماني، إلى غيره، يتم الإجراء. بالنسبة للآخرين أيضا يتم برمول أسبابه، كيف دخل، هل هو بتأشيرة زيارة أو كفيل جاي إقامة يعني دائمة هنا أو إقامة عمل، وكل هذا ويبلغ فيه أيضا الجهات المعنية في بهذا التقرير. يعني ليس أنه إحنا ضبطنا وانتهينا عند هذه يعني
يمكن يعني الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع مهمة جداً، وأتوقع هذه الدراسات توصلنا إلى نتائج حتى مستقبلاً عندما نتعامل مع هذه الظاهرة ونصل إلى نتائج حتى من خلال غرفة العمليات. اليوم بالتأكيد ستكون هناك نسب إحصائيات دلائل ستكشفها يعني الجهات العاملة ضمن هذه الغرفة. خلينا نعود إلى محافظة ظفار. أستاذ خميس، أشرت أن هناك بعض المواسم التي تنشط فيها هذه الظاهرة، أشرت إلى فترة الأعياد أو شهر رمضان أو موسم الخريف. اليوم مع انتشار جائحة كورونا ووجود كثير من التأثيرات الاقتصادية خاصة على غير العمانيين اللي هم يعملون ربما بالأجر اليومي أو غيره، هل ملاحظ فعلا أن تأثيرات هذه الجائحة زادت من ظاهرة وجود هذه الظاهرة وانتشار المتسولين في مواقع مختلفة؟ طبعا نعم. هناك في زيادة، لكن ليس بالنسبة للعمانيين، بالنسبة للعمالة الوافدة اللي هي تعمل بالأجر اليومي أو عملها غير منظم، أصبحت هذه العمالة تطرق الشارع في التسول بدون مراقبة الكفيل أو الجهات المعنية، لأنه هذا العامل جاء يعمل بالأجر اليومي وليس الشهري. ولذلك عندما جاءت جائحة كورونا من شهر مارس الماضي، صار بعض العمالة ما عندها دخل، وبالتالي لجأت إلى موضوع التسول بطريقة أو بأخرى. يعني ممكن أنه تبيع بعض الحاجات البسيطة، وهذا أيضا في الشوارع، في إشارات المرور، في الدوارات، وهذا أيضا غير مقبول. أنا أحب أقول أنه من خلال تعاملنا مع هذه أو مع المتسولين في هذه الظاهرة، إنه المتسول غير محتاج. أصبحت الظاهرة هذه ظاهرة منظمة من قبل أفراد معينين، ولما نرجع ونبحث هذا المتسول نجد إنه ليس بحاجة إلى إنه يتسول، وإنما خلاص صارت كأنها مهنة ممتهنة وتديرها مجموعة من الأفراد، ويتم التوزيع وبشكل منظم. صاروا بشكل منظم، وقد يكون يعني وجدها الطريقة الأسهل اليوم والأضمن، أنه هو هنا يشتغل على العاطفة، فبالتالي يجد تعاون الناس واستعطافهم من خلال طرق وأساليب مختلفة، هي وسيلة دخل ربما تدر عليه مبالغ من المال أكثر مما كان لو يعمل بالأجر اليومي. أكيد لأنه بعض الحالات وجدنا عندها مبالغ لما ضبطناها وضبطت المبالغ فوق الآلاف يعني. فهذا ليس إنه هو بحاجة، لو كان بحاجة كان استغنى بالقليل وكف حاجته، لكن هذا لا، كلما حصل زيادة يقول هل من مزيد، وبالتالي يستمر، وبعض الحالات تتكرر يعني يصير ينضبط وينضبط مرة ثانية وثالثة، فأصبحت العملية عملية منظمة. أستاذ خميس، لما يعني نناقش هذا الموضوع ونتحدث عن الجهود الحكومية في هذا الجانب، وقد نراها ظاهرة للعيان ويعني تتطور في الأسلوب وفي الطريقة فترة تلو الأخرى، المجتمع اليوم كيف يمكن أن يساهم في إنجاح هذه الجهود الوطنية تجاه أي ظاهرة من الظواهر، ويكون يد عون فعلية وحقيقية في تحقيق الأهداف المرجوة؟ اليوم غرفة عمليات إذا لم يواكبها في المقابل تعاون المجتمع، أتوقع لن تحقق الأهداف بشكل يعني صحيح وكامل في جميع أبعاده. أنا أعتقد أنه المواطن أو أفراد المجتمع صار عندهم حس بخطورة هذه الظاهرة، حس اجتماعي وحس أمني واقتصادي، ولكن مثل ما أسلفت سابقا أنه بعض الناس يقول لك أنا أوقع في حرج أمام الآخرين في الجامع في أماكن معينة إنما أمد يدي، لكنه أحيانا بعض الناس يمد يده ثم يتصل، فهذا يعني كأنه ما سوينا شيء. فأنا أعتقد الآن أنه المجتمع واعي بهذه الظاهرة وبمشكلاتها، ولا بد انه ايضا انه المجتمع يكون طرف مساند للجهات الحكوميه المعنيه بهذه الظاهره، والا بيكون في تضاد ما بين الاطراف المجتمع والجهات الحكوميه وغيره.
فاحنا نبغي انه يكون هناك في تعاون، واصبحوا الناس يبلغوا، يعني معناته هناك في حس في اشكاليه صايره. فالناس حاسين بهذه الظاهره وما تلامسه من اضرار للمجتمع حقيقه. نشكرك أستاذ خميس على كثير من هذه الإيضاحات اللي ارتبطت بموضوع ظاهرة التسول والجهود يعني المبذولة الحكومية في هذا الجانب. إذا كان لديك أي إضافة أو كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء تفضل. شكرا لكم، وأنا أطالب أفراد المجتمع ككل أن نقف وقفة واحدة لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا العماني، بحيث أنه إذا ما يتم القضاء عليه التقليل من هذه الظاهرة المنتشرة حاليا، منتشرة خاصة فيما أسلفت في جائحة كورونا. صار في هذا، صار في زيادة في هذه الظاهرة. ونامل إن شاء الله بالجهود الحثيثة أن نحاول أن نقلل أو نتخلص من هذه الظاهرة السلبية إن شاء الله. نعم بإذن الله. شكرا لك الأستاذ خميس بن زاهر الفهدي، مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، كنت معنا للحديث عن ظاهرة التسول والجهود المبذولة في مكافحتها وكذلك الآثار المترتبة عنها. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على طرح هذه الموضوع وجزاكم الله خير. شكرا. إذن مستمعينا كان هذا حديثنا ووقفتنا الأولى حول هذه الظاهرة، ومثل ما تابعنا التطور في الجهود والممارسات والأساليب لن يكفي وحده إذا لم يرافقها حس مجتمعي كبير وعالي يدرك مدى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الظاهرة، بعيدا عن التعامل الإنساني. الكل يتعامل هنا مع المواقف بإنسانيته، يتعاطف مع وجود الناس محتاجين في مواقع مختلفة، ولكن إذا ساهمنا جميعا يعني في تغليب العاطفة في التعامل مع مثل هذه الظواهر، بالتالي سنساهم في إحباط الكثير من الجهود الوطنية. مطلوب منا أن نتعاون. هناك غرفة عمليات ستقوم أو بدأت بأعمالها بالتعاون مع أطراف مختلفة. إنجاح هذه الأهداف من وجود هذه الغرفة لن يتم بشكله يعني الصحيح إلا إذا كان المجتمع يدعون في ترجمة وتحقيق هذه الأهداف. لنا محطة قادمة للحديث عن تفاصيل جديدة في الجانب القانوني لظاهرة التسول، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مستمعينا ومواصلين حديثنا في موضوع حلقتنا لليوم، الحديث عن ظاهرة التسول ووجود غرفة عمليات بعضوية من جهات مختلفة لمكافحة هذه الظاهرة. تحدثنا في مساحتنا ومحطتنا الأولى عن الجهود اللي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية، أشرنا إلى الظاهرة وأبعادها وكذلك التوجيه اللي يتم من خلال ضبط هذه الحالات ويعني تقديم المساعدات المطلوبة إن كان الأمر يحتاج بالفعل إلى مساعدة، وكذلك التعامل يعني القانوني مع المتسولين إذا كان ثمة تجاوزات كما حددها المشرع العماني في التعامل مع ظاهرة التسول. في هذه المحطة حديثنا راح يكون قانوني متخصص لي يعني معرفة الضوابط القانونية بهذا الموضوع، التجريم والعقوبات والتعامل كذلك. ضيفنا في هذه المحطة مستمعينا هو الأستاذ سعيد بن عزان البحري، محامي ومستشار قانوني. والأستاذ سعيد ليس بغريب على البرنامج. أستاذ سعيد مساء الخير. مساء النور أستاذ أمل، وسعدنا فيكم وبارك الله فيكم على طرح هذه الفكرة الطيبة. وحقيقة يعني ما شد انتباهي كلمة غرفة عمليات، وهذا يعني أنه ما شاء الله وصلنا لمرحلة يعني قد تكون هذه تنذر بشيء من الخوف. فيعني رغم أنها ظاهرة، ولكن أكيد متابعتها ويعني اكتشافها من الأصل أكيد شيء صحي.
نعم. ونشكركم على طرح هذه الفكرة وبارك الله فيكم. نعم أستاذ سعيد، يعني حديثنا عن الظاهرة بشكل عام تم في عبر محطتنا الأولى، الآن نتحدث عن الجانب القانوني. بالتأكيد التعامل مع المتسولين يحتاج إلى ضوابط قانونية، فكيف تعامل المشرع العماني مع هذه الظاهرة؟ شكرا جزيلا أستاذ الكريم. طبعا بالنسبة لظاهرة التسول الحقيقة أكيد ضيوفكم بالستوديو عطوا ما من الجوانب الثانية، ولكن حنا نتكلم في الجانب القانوني. نعم. حقيقة المشرع العماني يعني أفرد جملة عقوبات في هالجانب، ويعني احتاسا منه وطبعا وفق المسؤولية الملقاة عاتق المشرع العماني. نعم. وجاء في المادة طبعا قانون الجزاء العماني رقم 7/2018. نعم. فرد فيها عدة جوانب ومواد قانونية، ونخص بالذكر طبعا المادة 296. نعم. التي جاء فيها نصا صريحا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ريال عماني ولا تزيد عن 100 ريال عماني أو بإحدى هذه العقوبتين. نعم. كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة. نعم. ولا المحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند الضبط. نعم. إذا الآن إحنا الآن نتكلم عن المشرع العماني حقيقة. نعم. يعني عقوبة فرض لها عقوبة واضحة. نعم. للتقليل وتحديد طبعا من هذه الظاهرة التي هي دخيلة وبعيدة عن مجتمعنا العماني. نعم. اليوم أستاذ السعيد إذا ضبط شخص كمتسول، لكن هذا الضبط ليس للمرة الأولى، هناك تكرار لمثل هذا الفعل من شخص واحد في ممارسة عملية التسول، كيف يتم التعامل القانوني مع هذا النوع من الأشخاص؟ جزاك الله خير. طبعا المشرع العماني أيضا لم ينفذ هذه النقطة بالذات، وفرض لها أيضا مادة أيضا أخرى. نعم. وإذا تكرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر. نعم. ولا تزيد، وغرامة طبعا لا تزيد عن 2. إذا. نعم. في الحالة هذه تضاعف العقوبة في حال تكرار، وهذا يعني إنذار للمتسول إذا يعني سوّد له نفسه. نعم. تكرار الحدث طبعا القانون هنا تصدى له وغلظ العقوبة وخلاها 6 أشهر ولا تزيد عن 2. نعم جميل. أستاذ سعيد، نحن نتحدث أيضا أن بعض المتسولين اتجه إلى هذا الطريق باعتباره مهنة تدر عليه الكثير من الربح. نتحدث الآن عن المتسول الذي يتم ضبطه وبحوزته أموال محددة، مقتنيات محددة، كيف تعامل القانون مع ما يضبط مع هذا المتسول من أموال؟ صحيح أستاذ أمل، بالنسبة نرجع مرة نفس المادة اللي شرحناها سابقا ووضحناها سابقا، المادة 296 جاءت في آخر المادة هذه. وللمحكم مصادرة ما يكون معه من أموال. طبعا في حال مصادرة أي من المقتنيات أو من الأشياء التي تكون في حوزة المتسول طبعا جاء نصا صريحا بأن يتم مصادرة هذه المضبوطات. طبعا المصادرات هذه أي كان نوعها وأي كان قيمتها يتم مصادرتها وفق ما نصت عليه المادة القانونية. نعم. البعض أستاذ سعيد يعني يتجه إلى استعطاف الناس واستثمار، أو نحن نسميها في هذه الظاهرة استغلال يعني في الحقيقة وليس استثمار، عندما يعني يذهب إلى مواقع محددة يعلم بأنه لن يرجع خائبا من الحصول على أموال معينة أو يعني أخذ حاجته من ذلك الموقع، استثمار يعني أيضا استغلال مناسبات معينة، فكيف يعني نناقش هذا الموضوع معك باعتبار القانوني؟ هل فعلا اليوم تم يعني تحديد مثل هذه المناسبات أو المواقع بكثرة المتسولين، وتم عمليات ضبط كثيرة من خلال تجربتك ومتابعتك لهذا الموضوع القانوني؟ صحيح والله شكرا أستاذ أمين مرة ثانية. نعم. حقيقة من خلال وجودنا في المحاكم بشكل. نعم. مستمر يعني كثير ما نرى ونسمع ونشوف طبعا أمام أروقة المحاكم وجود هذه القضايا في المحاكم. نعم. وحقيقة شيء مؤسف جدا. نعم. ويعني البعض المتسولين يستغل طبعا يعني طيب الناس والأماكن الروحانية مثل المساجد والآخرة، فهذه طبعا بالنسبة لهم تعتبر أيام يعني خاصة كان سابقا صار الجمعة، وإن شاء الله الله يعيد لنا الجمعة إن شاء الله،
عما قريب. وايضا عندنا في الاوقات الاعياد والمناسبات الرسميه طبعا كثير ما يستغلها بعض المتسولين للوقوف والحصول على يعني شيء من الاموال هذه. ويعني الشيء بالشيء يذكر استاذ الكريمه حقيقه المشرع العماني يعني انتقل الى مرحله يعني لعلها يعني جديره بالذكر. طبعا احنا نتكلم عن الماده القانونيه اللي هي السابقه اللي كانت 1974 وتعديلاتها، كانت تتكلم بشكل صريح حول الاماكن التي يمكن ان يكون فيها المتسول يعتبر متسولا. وطبعا احنا نتكلم عن القانون السابق اللي هو 1974 يعتبر من اعمال التسول استقداء صدقه او احسان من غيره، او عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال. طبعا هذا القانون القديم. وحقيقة يعني القانون الجديد اللي هو 7/2018 جاء أكثر يعني دقيق وصريح في هذه المادة. وفقط هو يعني خلينا نسميها اختصر هذا الموضوع التسول على الأماكن العامة. وغيرها كما أشرت لها آنفا. وانا حقيقه في هذا الجانب ارى من رايي المتواضع ان المشرع العماني قد وفق في ذلك. حيث ان الفعل اصل فعل الجرمي لا يمكن يتوسع في القياس، وهذه طبعا من 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 العلوم في حيث علم الاجرام. لان هل الفعل اصلا يدخل في النوايا؟ لذلك المشرع العماني لا يمكن ان يكون جازما في ما ينوي اليه الشخص. يعني مثلا والشيء بالشيء يذكر، نذكر مثال، قد الانسان يعني عنده نجد في يده مثلا من الحرب الورقيه قيمتها لا تعد 200 بيثة، ولكن هو طبعا يعرضها من باب الاستقداء. طبعا هذه المشرع العماني في هالجانب في القانون الجديد هذا طبعا ما كان يعني ما تطرق لها اطلاقا، بس فقط هو تحدث بشكل صريح في المساجد وفي الجوامع وفي الاماكن العامه. لان استاذ سعيد اليوم هو المتسول سيحتال يعني لكل واحد منهم طريقته المختلفه، البعض مثل ما ذكرت يحمل يعني علب المحارم الورقيه، والاخر يحمل يعني زجاجات الماء وغيره. اليوم مثل ما نشاهد في طرقاتنا الكثير من الظواهر هو لا يحملها ليبيعها، لكن لتكون أداة مثل ما ذكرت لاستجداء واستعطاف الناس. هذا في يعني ككماليات. اليوم نحن نتحدث عن بعض الأشخاص يستغلون الطفولة، فالبعض يعني يذهب إلى أماكن التسول وهو يحمل طفلة أو طفل قريب منه، حتى يكون ذلك الطفل وتلك الطفولة البريئة أداة لاستعطاف الناس بقلب الكثير من الأموال من خلال عملية التسول. فكيف يتعامل أيضا القانون مع هذا الجانب؟ صحيح، نعم، المشرع العماني حقيقة لم يغفل هذا الجانب، بحكم أنه يعني هذا الجانب أنا أعتقد أنه حساس جدا ومهم. حيث أن القانون الجزء العماني فرد يعني مادة خاصة في هذه الجزئية. وشكرا على السؤال أستاذ أمل. طبعا المادة 298 من قانون الجزء العماني قال يعاقب بالسجن مدى لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ريال عماني، ولا تزيد عن 100 ريال عماني أو بإحدى هذه العقوبتين، كل من استخدم حدثا أو سلمه لغير بالقصد التسول. طبعا وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا أو وصيا الحدث أو مكلفا بملاحظته أو مراعيته أو رعايته. وهذا طبعا يعني مثل ما تفضلت أستاذ في الكلام السابق أن فعلا البعض للأسف شديد يعني تسول له نفسه أنه يعني يرمي بهذا الطفل إلى هذا الجانب، وحقيقة يعني استغل براءة الطفل في يعني خلينا نسميها يعني استعطاف الناس بشكل. أنت لما تشوف طفل صغير في عمر 7 سنوات 8 سنوات إلى 14 سنة هذا طبعا يعتبر طفل صغير، لما تشوفه أنت بنفسك من تلقاء نفسك كفطرة بشرية سبحان الله أنت تحب تساعده، ولكن لا تعلم ماذا من خلف هذا الشخص هذا الطفل الصغير. والأسف شديد يعني أنا يعني ممكن شيء بشيء يذكر أيضا ذكرنا قصة من القصص، أحيانا تجد هذا الأشخاص قرد يعني واجهة، لكن للأسف شديد يتم إدارتهم من قبل أشخاص آخرين. اتضح لاحقا بأن هذا الأشخاص يعني لديهم مئات الآلاف الريالات من خلف وراء الطفل، وهذا تعتبر تدخل من ضمن التجارة بالبشر.
إذا, إذا 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 أردنا أن يعني نسميها بهذا المسمى. نعم. لذلك الآن هذه طبعا القانون الجزء العماني حقيقة كان صريح، وحتى العقوبة تصل إلى سنتين في حالة أن الإنسان قام بزق بهذا الطفل الصغير البريء في هذا في هذه الأماكن. ويعني براءة الطفل طبعا يعني تتأثر من حالة نفسية أن الإنسان يكون طفل صغير ويقدم من صورة في هذا الجانب، لذلك قال الزعماني تدخل بشكل دقيق في الجانب. نعم جميل. وأستاذ سعيد، حديثنا عن هذه الظاهرة مثل ما أشرنا بعيد عن يعني أخلاقيات المجتمع، بعيد عن العاطفة والإنسانية. اليوم عندما نتحدث ونقف يقينا على أن هناك تأثيرات اجتماعية، ويمكن استغلال الطفولة جزء من هذا التأثيرات، تأثيرات أيضا أمنية على المجتمع من خلال وجود شبكات لإدارة مثل هذا التسول إذا ما كانت تفاقمت هذه المشكلة، وكذلك غيرها من الأبعاد الاقتصادية الأخرى. اليوم أستاذ سعيد، رأيك أيضا في وجود غرفة للعمليات لمواجهة أو مكافحة هذه الظاهرة، وبأدوار تكاملية بعضوية من جهات وقطاعات مختلفة من أجل القيام بالدور المطلوب تجاه مكافحة التسول؟ والله حقيقة أستاذ أمين، في بداية كلام أنا قلت حقيقة يعني نشكركم جدا على هذه اللفتة الطيبة، وأنا أعتقد أنكم أنتم يعني أصبتوا الهدف بأنكم يعني وجهتوا هذا الجانب إلى توجيه خلينا نسميها من ناحية حرفية. نعم، هو يعني هو ليش؟ الوزارة أستاذ سعيد، وزارة التنمية الاجتماعية يعني أعلنت هذا الموضوع الأسبوع الماضي، نهايات الأسبوع الماضي، وكان هناك تأكيد من قبل سعادة الوكيل على أهمية هذا الموضوع. فاليوم بالضبط. أيضا الإدعاء العام كجهة يعني مرتبطة بالجانب القانوني والمتابعة أيضا لها عضوية في هذا في هذه الغرفة. نعم. لذلك أنا أستاذ أمل أقول يعني أنتوا لما جزاك الله خير اخترت هذا الجانب وجبته الناس المختصين لإعطاء المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة الصورة الصورة الكاملة من كل النواحي، سواء كان من ناحية نفسية قانونية تشريعية وإلى آخره. لذلك يعني هذه لفتة تحسب لكم وتحسب لجهودكم المبذولة دائما وأبدا في قناة الشبيبة، حقيقة مبدعين دائما. لذلك أنا أقول يعني دائما إن شاء الله نتمنى أن مثل هذه الحلقات تتكرر، مش فقط في مجال التسول، حتى في الأشياء الأخرى التي نعتقد أنها في لحظة من اللحظات تمس جانب مهم جدا في المجتمع، وهو الجانب الأمن المجتمعي. لأن احنا نتكلم الآن أمن المجتمعي أصبح يعني الحمد لله بالعالمين يعني إشارة بالبنان. نعم. وإحنا كدولة عمان يعني الحمد لله الأمن فينا عندنا أمن مستقر. نعم. لذلك طرحت مثل الأفكار وتخصيص لها ناس مختصة وغرفة عملت مثل ما سمتوه، وعجبتني هذه الفكرة حقيقة يعني ينمو على أن المسؤولين في الدولة يعني معطين الموضوع بجل اهتمام. نعم. ولذلك نشد بأزركم ونقول موفقين، وإحنا مستعدين في أي لحظة من اللحظات نشارك في مثل هذا الورش والحلقات التي لا شك أنها سوف تخدم وتساهم في الوعي المعرفي سواء من ناحية القانونية أو من ناحية العملية بشكل عام. نعم. ومشكورين جزيلا. شكرا لك الأستاذ سعيد بن عزان البحري، محامي ومستشار قانوني، أضاءت هذه الوقفة بالكثير من الجوانب القانونية المرتبطة بالتعامل مع ظاهرة التسول والمتسولين. يعطيك العافية. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، والسلام على الجميع في الاستوديو. شكرا جزيلا أستاذ سعيد.